السلام عليكم، مباشره من محلات اواني شعيب، المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا في العروض الخياليه اللي كتوصل حتى لاكثر من 50%، خصوصا بمناسبه العطله المدرسيه. مرحبا بكاع الزبناء ديالنا. كاينين دي بروموسيون زوينه اليوم غادي نعرضوها عليكم. كاينين سولد زوين اثمنه فريمون، دائما كيف كنقولوا لكم اللي كتوصل حتى لاكثر من 50%. اول حاجه غادي نبداو بها، قلت لي عفاك، هذا اول حاجه غنبداو بها هما هاد الكيسان هادو. لا طوندونس عندنا هاد الاسبوع هذا هما هاد الكيسان الملونين، كيف كتشوفوا رائعين جدا. هاد اللون اللي هنا ما كيتحيدوش، وكذلك هاد الزواق اللي هنا كيف تنقولوا مكروميه بالسخون ما كتقشرش، والثمن ديالهم عواد 3600 ولا 4600، الثمن ديالهم 70 درهم. الثمن ديال هاد الكيسان فقط 1400 ريال. لا طوندونس ديال هاد الاسبوع. مرحبا ومرحبا بجميع الزبناء ديالنا. كاين عندنا كذلك هاد البلاطو على جوج اللي الثمن ديالو نورمالمون كيدير 2400، اواني شعيب كيدير لكم فقط 70 درهم، راه مازال ديسپونيبل. الكيسان اللي وريتكم قبيله ها هما كيفاش كيجيو في البلاطو، رائعين جدا، وكيف قلنا الثمن ديالهم فقط 70 درهم. كاين عندنا التويشيات الرائعين وكنبيعوا لكم اربعه فقط ب 1000 ريال، اربعه ب 50 درهم. كاين عندنا هادو حتى هما كنبيعوا لكم اربعه ب 50 درهم. كاين عندنا هاد البونبونيه حتى هي عوض 1600 ولا 90 درهم، غادي تاخذوها فقط ب 40 درهم، 800 ريال. يا سلام. كاين عندنا كذلك هاد البلاطو ديال الفيرزاتشي على جوج، مازال متوفر عندنا في المحل ديالنا ديال الحي المحمدي، والثمن ديالو هو جوج ب 140 درهم، 2400 ريال. كاين عندنا كذلك هاد العماره هادي اللي كنا دايرين ليها 4700، اليوم غنبيعوها لكم ب 4700، زائد غتاخذوا معاها هاد البلاطو هذا اللي غادي يجي معاها كراشوي. هاد البلاطو هذا غتاخذوه فابور الا خديتو العماره ب 7400. غادي ندوزو يا سيادي الباك لا طوندونس، باك شعيب اللي عامر بالسلعه، اللي فيه فراقه على جوج ديال الطبقات، وفيه تبصيل كبير وسته ديال التباصل ديالو، زائد سوبيره كبيره، زائد سته ديال الزليف ديالها، زائد تبصيل او بلاطو كبير. هاد الباك كامل عوض 400 ولا 500 درهم، غتاخذوه فقط ب 4600. هاد الباك هذا حتى هو كيتعتبر لا طوندونس عندنا هاد الاسبوع، لا طوندونس ديال اواني شعيب. ركزوا معايا مزيان، سكرينيو مع راساتكم على الباك باش تستافدوا من لا بروموسيون ديالو. مرحبا بكم. كاين عندنا كذلك هاد الكاس ديال الريشه، كنا جبنا لكم القصير ديالو، رائع جدا، الثمن ديالو فقط 70 درهم. القصير ديالو حتى الطويل ديالو درنا ليه فقط 70 درهم. السؤال اللي بغيت نقول لجميع الزبناء ديالنا يقولوه لينا، هاد الكيسان ديال الريشه كيديروا 70 درهم، وكاينين هادو كذلك كيديروا 70 درهم، شكون اللي جاكم زوين؟ واش الريشه اللي غادي نسميوه رقم واحد، ولا هاد الملون اللي غادي نسميوه رقم جوج؟ مرحبا، كل شيء يكتب ليا في لي كومونتير شكون اللي عجبكم، واش رقم واحد ولا رقم جوج. مرحبا. كاين عندنا كذلك هاد البونبونيير اللي غادي نبيعو لكم اربعه ب 1000 ريال، اربعه ب 1000 ريال. الجديد كذلك اللي عندنا هما هاد القراعي ديال الزاج، والخطا ديالهم ديال الخشب وكيتسدو مزيان، وغنبيعو لكم. شت ما يعرفك بحال هكا، هز ليا هادي نحطهم هنا، ماشي مشكل. غنبيعو لكم فوالا، غنبيعو لكم 3 ب 80 درهم،
ثلاثة ب 1600 ريال. كذلك الجديد اللي عندنا هو هاد البراد ديال الزاج اللي كيتحط فوق البوطة، والثمن ديالو فقط 60 درهم 1200 ريال. هاد البلاطو هذا في كويغ مازال ديسبونيبل عند اواني شعيب، والثمن ديالو فقط 1000 ريال 50 درهم. رائع جدا. اعطيني عفاك هذه اللي مازال ديسبونيبل والثمن ديالها فقط 800 ريال. كاين عندنا سيادي هاد التفصيل هذا اللي غادي نبيعو لكم خمسة بألف ريال، خمسة بألف ريال. كاين عندنا كذلك هاد الموديل هذا اللي غادي نبيعو لكم أربعة بألف ريال. كاين عندنا تصالة ديال غارقة واللي كنبيعوها لكم فقط ب 800 ريال 40 درهم. اعطيني عفاك شي بلاطو جديد فحال هذا ديال المرايا. دائما كنذكروا كنعاود مباشره من محلات اواني شعيب المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي، بعد قليل غادي نعد لكم المحل ديالنا. وهذه مناسبه باش نذكر ان اواني شعيب كيفتح محل جديد في المدينه، في قلب مدينه الدار البيضاء. المحل ديالنا اللي كاين في المدينه قرب فندق حياه ريجينسي، اوتيل حياه ريجينسي، حدا ساحه الامم المتحده، حدا ستاسيون ديال الترامواي ساحه الامم المتحده. والاهم من هادشي كامل انه قريب للبرنس ومقابل مع سينما لوتوسيا. سينما لوتوسيا عقلوا عليها مزيان، الا وصلتوا حدا ريجينسي ولا برنس سولوا على سينما لوتوسيا. مرحبا. عطيني داك البلاطو عفاك. كاين عندنا كذلك هاد القريعات حتى هما كيجيو بريستيج وواعرين، والثمن ديالهم كنبيعو ثلاثة ب 1200 ريال. قربوا تقادوا لينا مرحبا. وكاينين عندنا كذلك الكبار ديالهم، ها هما. حيد لي عفاك هاد لومبالاج اجي عاوني. كاين عندنا كذلك هاد الكبار ديالهم، الكبار ديالهم كنبيعو جوج ب 1200 غير باش تشوفوا الفرق ما بين الكبيره والصغيره. هادو غنبيع لكم ثلاثه ب 1200، والكبيره غنبيع لكم جوج ب 1200 ريال. قلنا هاد البلاطو كنبيعو جوج ب 2800 ديال الفيرزاتشي، رائعين. كاين عندنا كذلك هاد الموديل ديال هاد البلاطو هذا رويال، شي حاجه زوينه. اليوم غنديروا لكم بروموسيون زوينه وغنحاول اننا نقسموا لكم هذا البلاطو، وغنديروا لكم ثمن سبيسيال. غنبيعوا لكم هذا القياس هذا فقط ب 100 درهم، هذا ب 100 درهم دراري شباب وليد، هذا 100 درهم شد بحال هكا، والكبير ديالو غادي تقدروا تاخذوه ب 150 درهم. يلا ماشي مشكل تبيعوا مفرقين، انا بزاف الناس طلبوا مني وقالوا لي واش نقدروا ناخذوا مفرق. كاين اللي محتاج الصغير ب 100 درهم، كاين اللي محتاج الكبير ب 3000 ريال. بزولت سولتكم شكون اللي زوين، واش رقم واحد ولا رقم جوج. انا غنقرا دابا لي كومونتير ديالكم. زيد 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 زيد. حنان كتقول رقم جوج، ربيعة كتقول رقم واحد، بشرى كتقول رقم واحد، سمية كتقول رقم جوج، حفصة كتقول رقم جوج، خديجة كتقول رقم واحد، زينب لطفي كتقول رقم جوج، فاتحة معزوز كتقول رقم جوج، رانيا لينا كتقول رقم جوج، حنان كتقول رقم جوج، زنو برامي كتقول رقم جوج، وخديجة العروي كتقول رقم واحد. يلا كلشي كتب لينا شكون اللي عجبكم كثر، واش رقم واحد ولا رقم جوج، ونكملوا معاكم لا بروموسيون اللي عندنا. كاين عندنا كذلك لا طوندونس ديال هذا الاسبوع، الله يرضي عليك. ورينا خويا، يا سلام، عطينا خويا هذا البلاطو الفوقاني باش نعطيهم الثمن. المفاجاه ديال هذا البلاطو الجديد ديال الجديد، مرحبا. هاد البلاطو اللي كتشوفو نتوما ديال المرايا ياك، وعندو الرجيلات ديالو وداير بالذهبي،
والثمن ديالو غتقدروا تاخذوه فقط ب 50 درهم. الثمن ديال هذا البلاطو هذا 1000 ريال، راه يقدر يجي فيه بلاتي. شوف واش يقدر يجيو فيه كيسان زيد صغير بصغير شويه، ولكن ممكن الا كانوا غير ناس قلال راه يقدر يجيو فيه كيسان. شو ها هو، يا سلام، هو صغير بزاف. هذا الثمن ديالو 50 درهم، تجي فيه الحلوى، تجي فيه بزاف ديال المسائل. وعندنا كذلك اللي كبر منه، اعطيني اللي كبر منه عفاك، راه ليا اللي كبر منه كيدير 70 درهم. يا سلام، هذا 50 درهم وهذا 70 درهم، اعطيني اللي كبر منه، زيد حطوا لي هنا بلاتي عفاك باش نشوف الفرق بلاتي باش يبانوا لي مقادين. قلنا هذا بلاتي نوقف هنا، قلنا هذا 50 درهم وهذا 70 درهم وهذا 90 درهم. اعطيني الكبير اللي كيبيعوا على برا ب 5000 ريال، اعطيني الكبير ديالو اللي نورمالمون كيدير 5000 ريال واوان شعيب كيدير لكم 120 درهم. هذا الكبير هذا اكثر حاجه مطلوبه بلاتي. والجميل في الامر ان هذا البلاطوات ديال المرايات اللي نفترض انه تهرست لك المرايه كتصوبها بشي 10 دراهم ياك ولا 15 درهم، 10 دراهم باش كتصوب هذه المرايه، اذا عمرك ما غادي تضيع فيه. الناس اللي متخوفين شد بحال هكا، الناس اللي متخوفين من المرايه بالعكس شريو اواني بريستيج، تبرعوا ليا مع راساتكم، تهلاو ليا في الطويبله ديالكم، عطيو واحد الجماليه زوينه في الحطه عند الضياف، وما تخافوش من هذا الزاجه لانها صحيحه. بليس انه لو وقع في شي مشكل ولا تهرس ولا طاح راه كيتريبارا، يعني عنده حل ديالو، كدي عند منزج كيلقى لك الحل سير بلاصو ب 10 دراهم ولا ب 300 ريال. اذا قلنا هنا 50 درهم 70 درهم 90 درهم 120 درهم. شكرا وليد لانك عاونتيني نوري هذا البلاطو، كذلك شكرا صابر لانك وريتيني، كذلك شكرا الياس بطل، تهلاو ليا في الكليان والزبناء ديال اواني شعيب، المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. مازال غنوريكم بزاف العروض اللي عندنا، غتعطوني دقيقه نعت لكم المحل ديالنا فين كاين، ولا قل من دقيقه حتى واحد ما يمشي كلكم بقاو، نعت لكم المحل ديالنا فين كاين ونرجع معاكم. المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب الحي المحمدي ياك، مقابله معنا مقابل معنا السكه ديال التراموي. ركزوا معايا مزيان، اليسر ديالنا كاينه القصريه ديال الحي المحمدي ياك، واللي من ديالنا كاين الحزام الكبير او قهوه فلوريدا او ستاسيون ديال التراموي ديال دوره المذاكره. اذا الا كنتي في القيصريه، علاش كنعت من القيصريه؟ لان القيصريه اكثر بلاصه مشهوره في الحي المحمدي ومن البلايص اللي مشهورين في المغرب. كتخليو القيصريه ديال الحي المحمدي على يدكم اليسر وكتتبعوا السكه ديال التراموي وانتم طالعين للحزام كتلقاو المحل على يدكم اليمين، ها هو مقابل مع اوبتيك علاء، شتوه، ومقابل معانا جامع الكوديه وصالون زينب، وكدوز من قدامنا قدامنا ستاسيون ديال التراموي. نرجع نكمل معاكم، كاين عندنا كذلك هاد الكيسان هادو زوينين في الذهبي، الثمن ديالهم فقط 1200 ريال 60 درهم. للتذكير فقط غدا ان شاء الله غادي يكون بزاف ديال الجديد في اواني شعيب، سواء في المحل ديالنا ديال الحي المحمدي اللي ما قدرتش نوريه لكم دابا، ولكن غدا ان شاء الله غادي نوريه لكم في اللايف اللي غادي يكون عندنا اما في البرنوصي او في مدينه المحمديه. كنعتذروا بزاف لاننا ولينا كنديروا لي لايف تقريبا واحد ولينا كنديروا لي لايف مره في الاسبوع في كل محل، ولينا كنغبروا عليكم شويه باش توحشونا، ولكن دائما كاين الجديد. وبمناسبه العطله المدرسيه كاين بزاف ديال البروموسيون، بزاف ديال السلعه وبزاف ديال الاثمنه الزوينه. نكملوا معاكم مره كنذكر بلا طوندونس عندنا، لا طوندونس هو هذا الباك هذا اللي الثمن ديالو فراق على جوج، بلاط تبصيل كبير، سته ديال الطباسيل سوبيرا، سته ديال الزليف وبلاطو معاها، هادشي كامل كيدير 4600. الياس عافاك هز لي هادي وحط ليا داكشي اللي يقدر يجي مع هاد الباك. هاد الباك هذا تقدر تبدل هادي، زيد بدلها
بدلنا بصلادي هادي تقدر تولي ب 4600. زيد عاود بدلها عاوتاني. زيد 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 خليها ديما محطوطه. سير جيب الاخرى دابا. هادي كذلك تولي ب 4600. تقدر تبدل هذا بهذا ولا بهذا ولا كذلك بهذه القصريه حطها فوق منها. يعني تقدر تبدلها بهاد لي بلاطو كاملين. كان عندنا واحد البلاطو طالع في الجناب راه ما بقاش. دائما تنقول لكم السلعه كتقادى، السلعه كتمشي، السلعه ما كتبقاش. حتى هذا بدلو به البلاطو اللي طالع اللي ما بقاش، هو اللي ما بقاش متوفر عندنا. دائما كنذكر وكنعاود وكنجدد الترحاب بجميع الزبناء ديالنا. انتم مباشره من محلات اواني شعيب، المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي عند السي الياس وليد وصابير والدراري. انا كنتنسى السميه، اسمح لي ربيع والسي ربيع منور. كاين عندنا كذلك هذا البلاطو هذا اللي نورمالمون كيدير 350 درهم، خصكم تهزوه وتشوفوا الثقل ديالو كيفاش داير وتشوفوا لا كاليتي ديالو عاد غتعرفوا الثمن. حنا دايرين ليه 199 درهم، 4000 ريال. نعطيكم العدد بالضبط اللي باقي عندنا، العدد بالضبط اللي باقي عندنا هو هذا. يعني كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 كاين هنا واقيلا شي 10 وهنا شي 15 25 بلاطو اللي بقى. اون فوا غادي يسالي هذا لو ستوك غتجيو عندنا باش تسولوا على هذا البلاطو ب 4000 ريال ما غاديش تلقاوه ديسپونيبل. مرحبا. كاين عندنا كذلك لا طوندونز ديال الاسبوع اللي تقادت في البرنوصي باش يعرفوا الناس ان الترموس جوج ب 1200 ريال ما بقاتش ديسپونيبل في البرنوصي. تخيلوا معايا كنا كنبيعوا جوج ترموسات ب 1200 ريال، ثمن رائع جدا ما بقاش ديسپونيبل في البرنوصي، ولكن مازال متوفر عندنا في الحي المحمدي في المدينه في القريعه وفي مدينه المحمديه. جوج ترموسات ب 1200 ريال. كاين عندنا الترموسات هادو كنبيعوا جوج ترموسات ب 70 درهم 1400 ريال. كاين عندنا كذلك غادي ندوز معكم دابا بعجاله نعطيكم الثمانات باش اللي بغى يتقدى ويعرف البيوتجي اللي غادي يجيب معاه، يعرف الفلوس اللي غادي يجيب معاه. غندوز معكم بعجاله غتركزوا معايا. عطيني عافاك لا طوندونس، ما كتجبدوش يا خويا لا طوندونس. واش عباد الله صالادي بسته ديال لي صالادي صغار كنبيعوه ب 30 درهم؟ حنا كنفتخروا بعض المرات ملي كننقصوا في الثمن بحال هكا، لان فريمون هاد الثمن مستحيل. هاد الكلمه كنتحمل المسؤوليه ديالها، عافاكم اجي وقف عندنا هنا. هاد الكلمه كنتحمل المسؤوليه ديالها، ما كنقولش على لي زارتيكل ديالي كاملين، ركزوا معايا مزيان. ولكن كاينين دي زارتيكل اللي كنقول عليهم وانا عارف شنو كنقول. هاد صالادي صالادي كبيره وسته ديال الزليف صغار مستحيل تلقاوه في شي بلاصه اخرى بالثمن، وحصريا عند اواني شعيب. ودائما كنقول هاد الكلمه، حنا كايكيب اواني شعيب كنديروا كل ما في جهدنا باش انني نجيب لكم سلعه زوينه والثمن طيح. راه ماشي كنجيو كنهزوا السلعه وكنحطوها لكم، لا، كيكونوا جلسات وكيكونوا لقاءات وكيكونوا بزاف ديال المسائل باش كنهبطوا في الثمن لو ماكسيموم باش نتوما تستافدوا، لانكم ثقتوا فينا وساندتونا ودعمتونا وشجعتونا، وهذا الشيء كامل عطانا واحد لا موتيفاسيون زوينه باش دائما نعطيكم سلعه زوينه وبثمن فريمون زوين. مرحبا بكم وشكرا لكم. شكرا. واحد السيد على برا شفت فيها وقلت لها شكرا، انت كتمثل الناس، انت كتمثل الناس كاملين اللي كيشوفوا دابا، وكنقول لك شكرا. شكرا على الدعم، على البارتاج، على لي كومونتير، على كل شيء. انت كليان ديالنا في حي محمد. اليوم حضرتي مباشره، كيفاش كتجيك السلعه ديالنا؟ الحمد لله تبارك الله غزاله ما شاء الله، الله يعطيك. شكرا. غادي نشوفك اشنو خديتي، تشاركي مع الناس المشتريات ديالك. زيدي، اول حاجه خديتي هو الترموس على جوج، بلاتي نبداو بهذا، جوج ترموسات ب 1200. واحد الكلمه تنقولها لك، الترموس كيتحمل المسؤوليه ديالو قدام هاد الناس كاملين، الا ما كيسخن جيبيه ليا كارونتي. الله غزالي، خداو الناس وشكروا، خداو الناس فوالا. علاش انا كنقول وانا تيق في راسي، هاد الترموس هذا كنبيعو جوج ب 1200 وهاد الثمن حتى هو مستحيل تلقاوه في شي بلاصه اخرى، حصريا عند اواني شعيب. زيد جيب لي داكشي اللي ليه، عافاك نمشيو بشويه بشويه، نشاركو مع الناس شنو خديتي. واخا خديتي الفيرزاتشي كاينه، قربي تقاله.
هزهم كاملين كاملين بلاتي نبداو بهذوك هما الاولين ونبداو غاديين. غنحلوا السكوتش نعاودو نسدوها. عطينا خويا ديك الصالادي عافاك غنعاودو نديرو لك السكوتش سمحي لينا. حل لي يا خويا نوريو الناس اشنو كيتقداو الناس. هاد الصالادي بلا ما نحلوها بلاتي لا اش غدير؟ هاد الصالادي كدير 30 درهم 600 ريال هي اللي وريتكم، وهاد الفراقه ديال 50 درهم. عطيني ديك الفراقه عافاك بلا ما نحلو، عطيني الفراقه بلا ما نحلو ليها. خدات هاد الصالادي ب 600 ريال ياك، وخدات هاد الفراقه ب 1000 ريال ياك، بصحه وراها شد فحال هكا. وخدات هاد البلاطو بشحال؟ هذا 90 درهم هو اللي بقى. وعطيني هاد الكيسان اخويا اللي خدات. راه دابا انت بلاتي هادي نقطة زوينة مهمة. واحد القضية كتوقع لينا بزاف دابا، حنا كنركزوا على الكيسان ديال 1200 وكنركزوا على الكيسان ديال 1400، وهادو شحال كنقولوا 1800. كيجيو ناس تيقولوا لينا لا هادو قلتوا 1200، واش عمري انا هاد الكيسان قلتهم ب 1200 ريال؟ لا لا، كل حاجه والثمن ديالها. هادو نعرفهم بانهم 90 درهم، كاينين ديال 1200 كاينين ديال 70 درهم وهادو 90 درهم. علاش انت اختاريتي هادو؟ واحد السؤال عافاك. انا عجبوني هادو، كنت باغا ديك ديال الريشه ما لقيتهم ما بقاوش. هادو زاجهم كيبان راقي بريستيج زويون كريستال بصحه وراحه. بصحتك بصحتك، خديتي داكشي زوين، خديتي كذلك هاد البراد ديال فيرزاتشي. عطيني عافاك براد فيرزاتشي عافاك. اللي عطيتيني واخا خدات هاد السيده جوج براد ديال فيرزاتشي. هاد الثمن ديال فيرزاتشي كذلك حنا من ارخص الناس، ولا واقيلا ماشي من ارخص، حنا ارخص محل كيبيع هاد الفيرزاتشي في المغرب، وكنتحمل هاد المسؤوليه تاعي. راه ملي كنقول شي كلمه ما كنخرجهاش على فراغ. الصغير ب 1800، اللي كبر منه ب 100 درهم، الكبير ديالو 2200، والكبير كاع ب 2400. دابا حاليا الكبير ديالو راه بيع والشراية عارفين هادشي، وبزاف الناس عارفين ما غتلقاش الكبير ديالو ب 120 درهم، وحنا مازال كنبيعوا للكليان ديالنا ب 120 درهم. هاك النمرة 60. إذا الصغير ب 18، كبر منه ب 100 درهم، اللي كبر منه ب 2200، والكبير ديالو ب 2200 2400. وكذلك خدات مقراج ديال لينوكس 100 درهم، جوج ونص ب 90 درهم، 3 يطرو ب 100، 4 يطرو ب 110، و 5 يطرو ب 120 درهم. بالصحة والراحة إن شاء الله يدخل عليك. شكرا. لا 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 كاينة. وما تنساوش عافاكم الناس اللي غاديين يجيو يتقداو عندنا، كنطلبوا منكم تجيبوا معاكم لي ساشي فين تهزوا السلعة ديالكم. كيف دارت هاد السيدة هادي؟ جابت معها ساشيات فين هزات السلعه ديالها، ولكن اللي ما كيقدرش يجمع ساشيه غتكونوا بعض الوليدات بعض المرات حدانا هنا كيبيعوا لي ساشي، تقدروا تعاونوا معاهم وتاخذوا من عندهم ساشيه. مي حنا ما كنديروش وكنعتذروا الناس على هذه القضيه، مي غنحاولوا ان شاء الله مستقبلا نبداو نوفروا ساشيه مجانا للزبناء ديالنا ان شاء الله. مرحبا بك، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه. شكرا، مرحبا. كاين عندنا هاد الهاشوار هادي ديال لينوكس حتى هي من الجديد ديالنا، وغادي تكون لا طوندونس عندنا ان شاء الله هاد الاسبوع هذا. هاشوار اينوكس، والتحت ديالها ديال الزاج، فيها ثلاثه ديال الماس ولا اربعه يمكن ثلاثه. باش نعطيو داكشي بالضبط ما نديروش المغالطات. واحد جوج ثلاثه ديال الماس، الثمن ديالها يعود 150 درهم ولا 180 درهم، غياخذوها الناس ب 2400. خويا انت راه جبتي الجديد اللي كنت مخبينا حتى الغدا، ولكن ما جبتيش كامل، حتى الغدا عاد غيكون كامل. البانيني ديال لينوكس، ركزوا معايا مزيان، كاينه هاد البانيني كبيره ماشي صغيره، كاينه الصغيره ديال البانيني واحد. حنا عندنا اللي كتهز جوج بانينيات ولا ثلاثه، ياك هالنقطه، اللي كتهز جوج بانينيات ولا ثلاثه. ثانيا اللي الفوق ديالها اينوكس، ركزوا معايا مزيان، الفوق ديالها اينوكس. هادي نورمالمون حنا كأواني شعيب كنا درنا لا بروموسيون 5000 ريال، 250 درهم. اليوم غنهبطوها 4000 ريال، 199 درهم. بانيني كبيرة، لا مارك كرافت بون كاليتي. هاد لا مارك كرافت تابعة لا مارك ديال لاكور، لاكور معروفة في السوق، فقط بدلوا السمية. وهاد البانيني هادي زوينه، والثمن ديالها درنا لا بروموسيون سبيسيال
ركزوا معايا مزيان 4000 ريال إينوكس والكبيرة ديالها، وهذا الشيء كامل من أجل زبنائنا الكرام. مرحبا، ها هي زوين، خاصك تجي عندنا الرباط خاي شعيب، ممكن تنعت المحل. تنقرا لي كومونتير ديالكم الزوينين، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا، وكذلك تحية للترامواي كيدوز من قدامنا. الناس اللي قالوا لي نعت لينا المحل، ها هو الترامواي، الترامواي هات هذا الترامواي هذا غادي ستاسيون ديال دورة المذاكرة. تاش من كاليفورنيا صاحبي، راه صحابها كاليفورنيا ديال سيدي معروف، حيد عليها، خلي الناس، راه كيجيو الناس برانيين ما يعرفوش كاليفورنيا هنايا. حنا في الحي المحمدي، كتخليو القصارية على يدكم اليسر وكتطلعوا مع السكة ديال الترامواي، بحال غادي لدورة المذاكرة ولا بحال غادي للحزام، وانتم طالعين كتوصلوا لواحد العقبة، ها هو المحل. مرحبا بكم. دائما كنذكر وكنعاود مرحبا، كاين كذلك المحل ديالنا اللي كاين في المدينة من تحت إشراف مهدي صاحب إلياس. المحل ديالنا اللي كاين في المدينة، المحل الجديد ديالنا اللي فتحنا ديال سي مهدي، وكذلك سعاد، سعاد لالا سعاد، مرحبا سعاد ومهدي. المحل ديالنا كاين حدا ساحة الأمم المتحدة في الدار ديالها، ساحة الأمم المتحدة معروفة في المغرب كامل، حدا أوتيل حياة ريجينسي. حنا ماشي حدا حياة ريجينسي، ولكن حنا جينا حدا برنس. كنقول حياة ريجينسي بالناس اللي بالنسبة للناس اللي بعاد كيعرفوا ريجينسي كرة أرضية، ولا غنعتم الكرة أرضية. توصلوا حدا كرة أرضية سولوا على سينما لوتيسيا، ولا توصلوا حدا كرة أرضية سولوا على برنس، الراس ديال برنس كاين تما أوتيل المامون. حنا أونفاس مع سينما لوتيسيا في المحل ديالنا اللي كاين في المدينة، راه حاطين لكم فيديو كنعتوا المحل. بعد قليل غنعت لكم غنعطيكم الاثمنه ديال السلعه كامله اللي عندنا بعجاله. الناس اللي باغيين، الناس اللي باغيين النعت ديال اللي باغيين السلعه، الناس اللي بغاو يعرفوا الاثمنه، غتعطوني دقيقه وغادي ندور معاكم على المحل كامل في 3 دقائق ولا في 2 دقائق، يعني داكشي ما غيكونش ممل وغيكون خفيف ظريف. هادي بشحال، هادي بشحال، هادي بشحال، هادي بشحال، هادي بشحال، باش تقدروا تجيو تستافدوا من لا بروموسيون وتكونوا معولين على البودجي اللي غتجيبوا معاكم. هادشي هو الاهم، حيت كاينين الناس كيبغيو يقراو ويعرفوا لي بودجي اللي غيجيبوا معاهم. المحل ديالنا هي لاباج ديالنا هي هادي، اواني شعيب. اي بلاتي، كاين عندنا هنا اللايف هو هذا ياك، ما شاء الله اللايف ديال اواني شعيب المدينه وصل لك قريب المليون مشاهدة، شكرا لكم لا طوندونس، شكرا بزاف على البارتاج اللي كتعطيونا والدعم اللي كتعطيونا. كذلك حتى اللايف اللي حطينا البارح حتى هو وصل لواحد العدد قياسي اللي 9200 لايك، شكرا. واللايف ديالنا هو هذا اللي طالعين فيه دابا، بغينا كل شيء يعطينا أكبر عدد ديال القلوبة، كل شيء يدعم لنا هذا اللايف بالقلوبة. هنا عطاونا 2 قلوبة، وما تنساوش بارطاجيو اللايف، كلشي عافاكم بارطاجي، اكريغ اون بوبليكاسيون بوبلي، ساهله، بارطاج ترن بوبلي. واللي عنده تليفون بالعربيه غتخرج هنا مشاركه، من بعد يكليكي على نشر. كلشي عافاكم، عطينا القلوبه، القلوبه عطيونا الدعم، كلشي عطينا القلوبه، وما تنساوش تكليكيو على بارطاجي. وغندوز معكم دابا للاثمنه ديال السلعه اللي عندنا. اول حاجه غادي نبداو بها هو البراد. عندنا 2 موديلات ديال البراد، عندنا هذا الموديل اللي هو سميتو الفيرزاتشي، وعندنا هذا الموديل هذا اللي كنسميوه حنايا المضلع ياك. هذا البراد عندنا فيهم 4 ديال الطايات، 4، الصغير اللي كبر منه، اللي كبر منه الكبير، وكذلك المضلع عندنا فيه 4 ديال لي طاي، الصغير اللي كبر منه، اللي كبر منه والكبير. الثمن ديالهم 1800 الصغير، اللي كبر منه كتزيد 10 دراهم هي 100 درهم، اللي كبر منه كتزيد 10 دراهم هي 2200، واللي كبر منه كتزيد 10 دراهم هي 2400. اذا 90 درهم، 100 درهم،
110 120 ثمن زوين 18100 2000 ريال 2200 2400 كاين اللي غيبيع لك الصغير ب 18100 يقول لك راه بحال الاواني شعيب ولكن يجيك حتى الكبير ويبيعوا لك ب 4000 ريال و 3600 حنا كنديروا ثمن ريزونابل 18100 درهم 2200 2400 المضلع كذلك 18100 100 درهم 2200 2400 قولوا لي شكون اللي عجبكم واش الفيرزاتشي رقم واحد يلا كلشي يشارك معنا بالراي ديالو ولا المضلع غادي نسميه رقم جوج رقم واحد رقم جوج كلشي كتب لنا في الكومونتير دزنا من البراد دابا وقلنا 18100 100 درهم 2200 2400 غندوزو معكم دابا للمقراج المقراج ديال لينوكس عندنا فيه حتى هو 4 ديال القياسات جوج ونص 3 يطرو 4 يطرو 5 يطرو جوج ونص ب 90 درهم حتى هو نفس الثمن ديال البراد 3 يطرو ب 100 درهم 4 يطرو ب 110 و 5 يطرو ب 120 غتعقلوا على الثمن وساهل 90 100 110 120 البراد 90 100 110 120 ساهل دابا دزنا البراد ودزنا المقراج غندوزو للمقراج ديال لا مارك تيتانيك اللي قربت تقاد في لا بروموسيون ديالها عطيني جوج بقالي ديال 90 درهم ما بقاوش تقاداو ولا غدا ان شاء الله يكونوا عند الزبناء غدا ان شاء الله مع العشرة ديال الصباح تجيب لي المقله اللي كنبيعوا جوج ب 60 درهم لان حتى الناس ديال الحي المحمدي يستاهلوا ويستحقوا انهم يستافدوا من لا بروموسيون ديال جوج مقالي ب 60 درهم تقادوا في المحل ومازال في السوق غدا ان شاء الله يكونوا هنا الله يرضي عليك يلا المقراج تيتانيك 3 يطرو ب 60 درهم 4 يطرو ب 70 درهم 5 يطرو ب 75 درهم شوف 5 يطرو غنديروا لي 75 درهم غنزيدوا 90 درهم لا غنديروا لي دابا 75 درهم مرحبا كاين عندنا واخا انا نقول لك الثمن ديالو وخلينا بشويه بشويه غادي اليوم غادي نمتعوا الناس معانا ولكن غنزيدوا معاهم جوج غنزيدوا معاهم 3 دقائق 3 دقائق سير هذا 80 درهم 1600 هذا كذلك هذا لا غنديروا ليه 1600 ان شاء الله 1600 كذلك 1600 علاش كتضحكوا ما نقصش على الزبناء ديالي والله يرضي عليك راه دائما كيوقع لي كيوقعوا لي مناوشات مع لي كوميرسيال اللي عندك يقولوا لي هذه نقصتي فيها بزاف خلي الكليان يتبرعوا الله يرضي عليكم 80 درهم 80 درهم 100 درهم درتي لي ها 90 درهم يلا 90 درهم الكبير الصغير ديالو كنا دايرين ليه 60 درهم 90 درهم 90 درهم هادو كنا دايرين ليهم 120 درهم ديال الرخامه غندير ليهم 100 درهم يلا زيد هادو عارفكم الناس كيتغلطوا اليوم هادو ب 140 درهم وهادو 150 درهم اللي فيهم البطونه من الفوق وهادو اللي فيهم هنا ب 140 درهم لا 100 ولا اش غدير 140 150 لا 150 هذا 140 زيد زيد اخويا زيد 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 هادو غنديروا لهم بروموسيون 120 درهم 2400 هاد الميزان 1200 ريال ترموس ترموس دراب 1400 صراحة كاينين دي بروموسيون زوينين خليو غدا إن شاء الله الناس يجيو الأواني شعيب المحل ديالنا ديال الحي المحمدي كاينين هادو 3000 ريال 150 درهم كاين عندنا الكاسرونات عندنا الدراب صافي أخويا هادو غنبيعو لكم أربعة ب 1000 ريال 50 درهم كاينين دي بروموسيون زوينين سبيسيال مرحبا مرحبا بجميع الزبناء ديالنا كاين عندنا لي بانيني الكوكوطات غدا ان شاء الله كونوا مستعدين للزبناء اللي غيجيو عندكم عافاكم تهلاو ليا في الكليان حسن المعامله واخا الكليان يتقلق عليكم ولا الكليان مثلا تكون شي ردات الفعل ماشي هي هذيك صبروا معاه وتعاملوا معاه مزيان لان هذا واجب
الوغ تيقول لك شي على شي على قبل شي كيدوز شي كنبغيو حسن المعامله مع كاع الزبناء ديالنا، لانني دائما تنقول هذه الكلمه وعمري ما ننساها وعمري ما نذكرها. من بعد الله سبحانه وتعالى الزبناء ديالنا هم اللي عاونونا وساعدونا باش نكونوا الرقم واحد في اكثر نسبه المشاهدات ديال لي فيديو في المغرب تبارك الله في لي فيسبوك. قريبا غادي نكملوا 4 مليون ابوني، عدد ما شاء الله ماشي عادي ماشي سهل. الصفحه ديال المعن واصله 4 مليون مشاهده، ما شاء الله عدد فريمون كبير بزاف، وهذا الشيء بفضل الزبناء ديالنا بالبارطاج ولي كومونتير والقلوب اللي كيخليو لينا. كنقول لكم شكرا لكم، غادي نخليكم في هذه اللحظات، مرحبا بكم في المحل ديالنا. كاينين دي بروموسيون سبيسيال، جيو غدا باش تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب. شباب تقدروا تدخلوا، مرحبا ساليس من المحل داخل. كنذكر ان المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب، ترامواي كيدوز من قدامنا من قدام المحل ديالنا. هنا كاينه القصاريه ديال الحي المحمدي على اليسار ديالنا، كتطلعوا مع السكه ديال الترامواي وانتم طالعين بحال غادي للحزام الكبير او بحال غادي للقهوه فلوريدا او بحال غادي لدوره المذاكره مع العقبه، كتلقاو المحل هو هذا. المحل ملاصق مع اوبتيك علاء ومقابل معانا صالون زينب القديم النزيح المحمدي عارفينه، ومقابل معانا جامع الكوديه كيسميو جامع الكوديه وكيسميو جامع بالقاضي، بجوجهم مقابلين مع المحل ديالنا. اذا غير باش تعرفوا ملي تكونوا جايين طالعين مع الطلعه هذه غتبان لكم واحد الدار مبنيه هنايا راه حدا المحل ديالنا، وكذلك الدار هذه اللي مازال سيما حتى هي مقابله مع المحل ديالنا. كيف كتشوفوا كتلقاو هنا الطاكسيات ديال التشارك، يمكن اي واحد بغى يجي للمحل ديالنا ديال الحي المحمدي مرحبا بكم باش انكم تجيو تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب. مرحبا بكم كذلك في المحل ديالنا ديال القريعه، المدينه المحمديه، الحي المحمدي، المدينه والبرنوسي. غادي نعطيكم النعت دابا ديال المحلات ديالنا الاخرين باش اللي ما بغاش يدخل يقلب على لا فيديو ولا يعرف المحل فين كاينين. انا غنعت لكم المحل، اول حاجه غنبدا بها في النعت ديالنا هو المحل ديال الحي المحمدي اللي انا متواجد فيه دابا. المحل ديالنا ديال الحي المحمدي كاين حدا القصريه في الطلعه ديال القصريه، حنا في العقبه ديال في الطلعه ديال القصريه في الكوديه. المحل ديالنا ديال البرنوسي كتوصلوا للسوق النموذجي اللي حدا سوق طارق، ولا السوق النموذجي اللي حدا قهوه سفير، ولا السوق النموذجي اللي حدا التيرمينيز ديال التراموي في البرنوسي. علاش كنقول هاد الثلاثه؟ لان كاين واحد السوق النموذجي حدا لوطوروت باش الناس ما يتغلط باش ما يغلطوش. السوق النموذجي اللي حدا لوطوروت ماشي هو هذاك، لا حنا حدا السوق النموذجي اللي حدا طارق، ولا السوق النموذجي اللي حدا قهوه سفير، ولا السوق النموذجي اللي حدا التيرمينيز ديال التراموي. هذاك السوق النموذجي كتوصلوا ليه، السيكوريتي اللي في السوق النموذجي، النقاشات اللي في حدا السوق النموذجي، المحلات اللي في السوق النموذجي، اي واحد قلتي ليه اواني شعيب غيقول لك راه هو المحل. المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه، جينا حنا في الجوطيه ديال المحمديه ماشي لداخل، جينا في الشارع مقابل توصلوا الجوطيه، سولوا على جامع مالي ولا سولوا على تيلي بوتيك عيشه، حنا راه اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. المحل ديالنا ديال القريعه، الرومبو ديال مالي البونج ديال دولي دول كتوصلوا ليها، حنا جينا في شارع بشعيب الدكالي بحال غادي من القريعه جامع السنه. في داك الشارع كاين قهوه لو بولفار اونصرف المغرب، حنا جينا وسط منهم حتى هما كذلك حدا الرومبو ديال مالي البونج اللي سولتو اللي قلتو لي اواني شعيب غنوريكم المحل. غادي ندوزو دابا للمحل ديالنا الجديد اللي كاين في المدينه اللي كاين في سونترفيل. مرحبا بالناس ديال المدينه، بورغون، المعارف، روش نوار، بلفيدير، حي الحسني، الولفه، لساسفه، طماريس، دار بوعزه، سيدي رحال، كاملين. لا هادو غيمشيو للمدينه، سباتي يمشيو للقرعه ولا يجيو عندكم. هاد الناس كاملين مالو واخا، هاد الناس كاملين مرحبا بكم في المحل ديالنا اللي كاين في المدينه في قلب مدينه الدار البيضاء.
غتوصلوا ساحه الامم المتحده فين كاين الترامواي في المدينه حدا اوتيل حيدر جنسي حدا كافي فرنس. كتسولوا على برنس تتوصلوا للبرنس سولوا على سينما لوتوسيا حنا اونفاس مع سينما لوتوسيا وقراب الاوتيل المامون. مرحبا بكم مرحبا بجميع الزبناء ديالنا كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم على الدعم ديالكم على البارطاج ديالكم. هاد اللايف هذا اليوم بغينا نديرو خفيف ظريف حاجه وحده اللي مطلوبه منكم ما تنساوش كل شيء اكتب لينا كومونتيرات زوينين وما تنساوش تدعموا لينا هاد اللايف هذا بالبارطاج وكذلك بالقلوبه والكومونتير الزوينين كل شيء يعطينا كومونتير. وما تنساوش تكتبوا لينا في التعاليق شكون هي المدينه اللي متواجده معنا بقوه كل شيء كتب لينا في التعاليق المدينه اللي حاضره معنا بزاف باش نعرفوا واش الدار البيضاء اللي حاضره معنا بزاف ولا الرباط ولا مراكش ولا المحمديه ولا فاس ولا مكناس ولا الناس اللي خارج ارض الوطن. مرحبا واش التخفيض كاين في حي المحمدي؟ حنا دابا كاينين في حي المحمدي على لا سيدي رحال مرحبا نزل سيدي رحال مرحبا بكم. فاس زيدوا كتبوا لي في الكومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها. يلاه جيت واش فاتني شي حاجه وليت مدمنه على اللايفات ديالكم؟ الناس اللي دخلوا اللايف دابا عاودوا تفرجوا من الاول باش تقدروا تشوفوا لا بروموسيون اللي وريناكم ومازال غدا ان شاء الله كاين الجديد. سوسو من كازا امونة من كازا العلوقي العلوقي من السوالم سناء من كازا مجيدي من مراكش زيد زيد كتبوا لنا في الكومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها وما تنساوش تخليوا لينا جوج قلوب هنا وبارطاجيو هذا اللايف كل شيء يدعم لنا هذا اللايف بالبارطاج بارطاج اكريغ اون بوبليكاسيون بوبلي كل شيء يدعم لنا هذا اللايف هذا بالبارطاج وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. نخليكم في هذه اللحظات ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر وما تنساوش كتبوا لنا في الكومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي المدينه اللي متواجده معنا بقوه في هذا اللايف هذا ديال اليوم وما تنساوش تعطيونا القلوبه وبارطاجيو هذا اللايف. شكرا وفي امان الله. ما تنساوش تبارطاجيو هذا اللايف. تحيه الامينه من بريطانيا سناء من اسفي تحياتي وكل شيء بارطاجي هذا اللايف.